ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تصوري وتصوري الآن واش المجتمع المغربي مربين أن الجنس عبادة؟ إحنا في ثقافتنا الجنس هو شي حاجة حشومة. عندك ما إحنا عندنا مشكلة في ثقافتنا الدينية. الأصل في الجنس في الدين عبادة. بمعنى تصوري نختم لله طولت عليك الأستاذة حكيمة. تصوري معايا واحد المجتمع الآن كيآمن بأن الجنس عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لأنه غينتجنى وليدات وهذيك الوليدات معجزة وداك الوليدات هي اللي كتحافظ على استمرارية البشر باش ما ينقارض. هذا فعل غالي عند الله تعالى في السمو أيضا وهذا قمة في السمو. الممارسة الجنسية قمة في السمو. التواصل بحيث جوج ديال الأجز جوج ديال الرجل والمرأة كيتعانقوا محبة وكيولدوا لنا واحد الإنسان باعتباره تعبير عن واحد المتعة تعبدية اللي مرتبطة بالجنس. بمعنى السلوك الجنسي لا علاقة له بالثقافة ديالنا اللي موجودة بالفعل لأن الآن في مجتمعنا الرجل مزوج ولكن فاش كيبغي ينشط فين كيمشي؟ كيمشي للحرام. بمعنى ان واحد مشكل ثقافي ان الراجل فاش كيبغي الشذوذ الجنسي والعقد النفسيه وكيبغي يمشي ينشط كيمشي لمؤسسات اخرى. بمعنى ان ازمه في ثقافتنا الدينيه في هذه المساله ديال اعاده تجديد الطاقه الروحيه والدينيه باش تبني واحد المجتمع على لا مجتمع شبعان جنسيا. الدين جاء لتحقيق مصالح العباد وجزء من مصالح العباد مؤسسه الزواج. خص الانسان يعيش المتعه الجنسيه ويعيش مع الزوجه ديالو ويامن بانه من اعظم القربات الى الله تعالى علاقه جنسيه توصلك الى الله تعالى. كتبديها حنا عندنا تزوج فلان على سنه الله ورا ما انا على سنه الله. اعود لهذا الشباب اللي جاوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كيتفلسفوا عليه وكانهم ثقلوا عبادته. في البخاري واحد راه قال له يا رسول الله انا كان اصوم الظهر ما كيفطرش. واحد قال له يا رسول الله انا لا اتزوج النساء. يعني النموذج ديالو في التدين هو ما خصوش يقرب المراه لان فعل الزواج كممارسه جنسيه مستقبحه في ثقافته. قال لهم سيدنا رسول الله هادشي لا علاقه له. اما انا يعني راه الدين عندنا مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. اتزوج النساء واصوم. الدين مبني على الفطره والفطره معجزه الله. وشنو هي الفطرة؟ أن الله خلقنا بالجاذبية الجنسية للطرف الآخر وما يمكنش إنسان يصرف الطاقة إلا بالحلال. ولذلك يعني أنا مرة أخرى أحييكم على هذا البرنامج لأن محتاج المغاربة محتاج الإنسانية اليوم تخرج الجنس محتقة فلا علاقة لها بمنظومة القيم ومنظومة الأخلاق وإلا بالجنس سندمر البشرية وسندمر الإنسان. نعم. إذن أنا على يقين بأن العديد من المغربيات وعدد كبير جدا تعاني في صمت خاصة في موضوع أن مثلا زوجها يخونها وما عرفتش شنو تدير لأننا الغالبية ديال الناس نحشموا تقولوا حفاظا على الأسرة وحفاظا على الأبناء لكن كاين معاناة نفسية وتأثير. بماذا تنصح هؤلاء الزوجات السلبوكيلي؟ أنا كنصح كنقول لهم في بعض الدورات التأطيرية اللي كنعملوها كنقول لهم لا يعقل الانسان الان فاش غيمشي يشري طوموبيل خصو يدوز البيرمي. كيفاش ان المغاربه الان كيتزوجوا بلا تاطير؟ الشعب الماليزي عندهم الزواج جوز كيخصو امتحان حتى الحج خصو امتحان. حنا الانسان علاش كتوقع هاد لي زاكسيدون في نسبه الطلاق؟ لان عملت انا واحد الدراسه اجتماعيه كنسول بعض الناس زوجوا الله يجازيك بخير علاش تزوجتي مع هاد الانسانه؟ كنلقى بانه كيتزوج وما عارفش علاش كيتزوج فقط لانه كبر وعنده واحد الطاقه معينه خصو يمشي يصرفها في مؤسسه الاسره. كدوز الان ولينا كنسمعوا على الطلاق في شهر او في 15 يوم. لذلك كنقول بان الزواج راه مسؤوليه والزواج خصو الوعي وهذا الشيء خصو التربيه الدينيه للمجتمع المغربي حتى لو نتيجه حوادث السير في مؤسسه الاسره. وكنجيو غير المعاقين غير لي زونديكابي وكنجيو مجتمع اللي كله مزوج وما عارفش علاش ومزوج وكيفسد ومجتمع كله مأزم. فاول شيء كنقول الان محتاج الزواج ما يبقاش مرتبط باللحظه او بالضغط الجنسي. خص الزواج يصبح مؤسسه اجتماعيه اللي مرتبطه بالوظيفه التعبديه ان الجنس يدخل في واحد رؤيه جماليه للوجود اللي مرتبطه بتحقيق المتعه في اطار الحلال. العظمه ديال الدين الا كان هذا الراجل غادي يخرج للفلاس وكذا وكيخصو يتحمل المسؤوليه القانونيه ويتحمل المسؤوليه الاسريه. ولذلك هذا الجانب الديني في المؤسسات الاسره خصو يدخل الان في البرامج التعليميه ديالنا
في البرامج التعليميه، خصو يدخل الان في التعطير الديني للمجتمع، خصو يدخل في الامن، الامن حتى المجالس العلميه ايضا. الحمد لله كاين الان بعض المبادرات الطيبه، كاين دورات تكوينيه، دورات ولكن كنرجع لمساله واحده، محتاج المجتمع المغربي ديالنا، محتاجين الان بناء الحكمه في المجتمع المغربي. وليداتنا الان واش كنأهلوهم للزواج؟ مسكينه البنت كتكبر كيبقى فوقاش غتزوجتي، لا انت كبرتي خصك تزوج، وكتزوج وهي ما عرفت حتى شي حاجه على الزواج، وكتوقع الكوارث. الرجل كيتزوج وهو لا يعرف شيئا عن الواجبات وعن المسؤوليات. كاين حنا المغاربه واعتذر على التعميم، في الثقافه ديالنا الزواج مرتبط بواحد عقوبه اجتماعيه، انه خصو يتزوج لانه كبر، وغير كيتزوج ولدتي ولا مازال ما ولدتي، خصو يولد، وهو لا يعرف شيئا عن وظيفته الكونيه، عن وظيفته الاخلاقيه، عن وظيفته في المجتمع. انتم كتشوفوا الان نسبه كبيره كيخرج من الخدمه كيمشي يجلس في القهوه حتى يدخلوا يلقى ولادو ناعسين ويلقى المراه نعسات، هارب من ذاته، شي كيمشي للمخدرات باش شي كيمشي للشراب، شي كيمشي اصلا الاغلبيه ما بقاتش باغا تزوج اصلا. وهذا مشكل الان. الان عندنا واحد العزوف على الزواج في المجتمع المغربي. الان دراسات كتاكد على واحد على ان المجتمع المغربي غادي الشيخوخه، وهذا شيء غريب في مجتمع مسلم. واحد 30 40 عام غلقوا الشيخوخه، لان الان نسبه الزواج ارتفعت في الوسط الحضري، ولات غادر 35 40، الوسط القروي حتى هي كطلع، وغنصبحوا امام مجتمع لا يقبل الزواج، لان الزواج اصبح عنده عقوبه اجتماعيه، في حين في الدين الزواج نعمه من اعظم نعم الله تعالى، ان تعيش الزواج وانت تعتقد بانه قربة تعبدية الى الله تعالى. اذا كلمة تختم بها الدكتور البوكولي وتوجهها للمغربيات بخصوص هذا الموضوع. هو كاين ازمة كبيرة الان في مجتمعنا المغربي، محتاجين نرجعوا الله تعالى، ومحتاجين نفهموا الدين باعتباره محبة لله تعالى. اقبح 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 لحظة في الوجود ان يعيش الانسان من دون حب، والدين كله حب، والزواج مظهر من مظاهر الحب. المصيبة ديالنا اننا نفتقد الان الفقه الحب. احنا قرينا الايه من انزل اللي تسكنوا اليها، شحال الناس عايشين في الديور وما ساكنينش، لانه غير تحت واحد السقف وخايف وما ساكنش، وخصو غير فوقاش يخرج منه، لان اكبر مشكل الان مجتمع الماديات، العلاقه الزوجيه فتصبح علاقه ماديه، ما كيبقاش الحب، والانسان فاش كيتفرغ من الايمان ما يمكنلوش يعطي الحب. والان كنسمعوا علماء، بعض العلماء الاجتماع كيقول لك الحياه الزوجيه 3 سنين 4 سنين وكتقاضى، غريب هذا، في حين ان هذه العاطفه الزواج ممكن لا الطعم الا بالايمان، والمصدر الايمان هو الله. ولذلك ننسى هذه اللحظه المؤثره في الحج، كان معايا واحد الشيخ عنده 80 سنه والزوجه ديالو حنا غادي نعرفها، قال لي شوف استاذ انا علاقتي بهذه السيده تزوجنا لله، وكل ما كنشوفها يتجدد المحبه، لانني تزوجت معها على اساس ان ادخل معها الى جنه الله. فكيصبح الحب ما عندوش علاقه بالجنس، كيصبح الحب واحد الطاقة كتعطيك المتعة بروحانية الإنسان، باعتبار ذاك الإنسان غادي إلى الله تعالى. فلا إحنا مشكلة عندنا الآن تخلف، تخلف عندنا موت العواطف، عندنا لدرجة أن الإنسان ولا أناني ولا فرداني، ما بقاش حامل حتى راسو، عاد غادي يحب وعاد غادي يعطي العواطف ويعطي الوليدات. ولذلك نعيش أزمة لا مخرج منها إلا الله، وما يمكننا نجددوا الحب ونكتشفوا الحب إلا بالله. وهذا خصو تجربة أخرى في التدين، ما يبقاش التدين ديال العقارب وديال الحنوشه وديال جهنم، يصبح التدين خطاب الهي اعطاه الله تعالى لنا ليحيينا الحياه الطيبه. وجزء من الحياه الطيبه اننا نعاودوا نتدينوا بالمحبه وبالانسانيه وبالاخلاق، بصبح الحياه ديالنا تاخذ معنى، والا كنعيشوا لا معنى للحياه من دون محبه الله ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، الحديث معك الدكتور البوكيلي شيق، وسعداء انك كنت ضيفا عزيزا وكريما، وشكرا على هذا الفيض وهذا العطاء اللي تقدمت به لمشاهداتنا، والشكر موصول ايضا للمشاهدين الكرام، على امل لقاء بكم في حلقه جديده من برنامجكم دنيا ودين، مع السلامه.